فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: بعض النساء تضع على أسنانها خرزا للزينة ويكون ملاصقا للأسنان، فهل يؤثر هذا في الوضوء والمضمضة؟ نعم، هذا حائل يحول بين وصول الماء إلى السن فلا يصح وضوءها، ما تم. وأيضا هذا التزين هذا من التدليس، هذا من التدليس والغش للناس، فلا تعمل هذا الشيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.